بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن في الحديث السادس عشر من الأربعون في الاستعاذات النبوية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أيضا: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وهذا الحديث نجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفات الله تعالى من بعض صفاته التي تضادها وتقابلها في آخر الوتر وفي سجوده، حيث يكون العبد أقرب ما يكون من ربه. فاستعاذ بالرضا من الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالله تعالى الموصوف بهذه الصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر، فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال: أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه أعوذ بك منك. وهذا يتضمن إثبات، هذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره. هذا الكلام في شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. فالله تعالى هو الذي يعيذ عبده وينجيه من بأسه، فمنه البلاء ومنه الإعانة، ومنه ما يطلب النجاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة. فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما هو منه، يعني مثلا عقوبة منه، العذاب منه، فهو يلتجأ إليه فيما ينجي منه، ويستعاذ به مما هو منه. فهو رب كل شيء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. في زاد المعاد. أما ابن رجب رحمه الله فيقول في جامع العلوم والحكم: إذا خاف، يعني العبد، من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه، ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، لا ملجأ يهرب إليه إلا هو. فيهرب أي العبد منه إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا أعوذ بك منك مثل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. رواه البخاري ومسلم. انتهى. وقد دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده. ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره،
الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملتجى، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. وهذا كل تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه تعالى لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وهو أعلم الخلق بربه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، في آخر هذا الدعاء، يعني لا أطيق ولا أبلغ ولا آتي عليه، لا أحصي ثناء عليك مهما فعلت، مهما فعلت لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أوفيك حقك ولا أن أشكر نعمتك حق الشكر، لا أطيق ذلك ولا أحصره ولا أبلغه ولا آتي عليه. إذن هذا الاستغفار من التقصير في الواجب، وهذا كما قال الإمام الخطابي في معالم السنن، وكذا النووي رحمه الله. والكلام هذا اعتراف من العبد بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط بها مخلوق. يعني حتى لا أحصي ثناء عليك ليس فقط في مقابل نعمتك، لا أحصي ثناء عليك في ذكر أسمائك ونعوتك وصفاتك الجليلة الحسنى. ولكمال معرفته صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه، وأنه لا يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه إلا هو سبحانه، فهو أعلم بنفسه من غيره لكثرة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن الحديث هذا ما هو ملخصه؟ أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ من صفة بصفة، وبمعافاتك من عقوبتك استعاذ بفعل لله من فعل له عز وجل، بمعافاتك من عقوبتك. وختمها: أعوذ بك منك، مثل أعوذ برحمتك من عذابك، العذاب منك والرحمة رحمتك، وأعوذ برحمتك من عذابك.